أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تدشين منظومة التحول الإلكتروني وباقة الخدمات الخاصة بها عبر البوابة الوطنية بحرين.ph. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح سعادة الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أوضح أن هذه المنظومة تأتي في إطار تنفيذ مبادرات تطوير الخدمات الحكومية تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. في الحقيقة تأتي هذه المنظومة الخدمية المتعلقة بإصدار التحويلات الحكومية في إطار تنفيذ مبادرات تطوير الخدمات الحكومية تنفيذاً توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، واللي أكد دائماً أهمية استمرار تبني المبادرات اللي تضمن تطوير وتحسين الخدمات الحكومية. ويعني حيث يعني يخضع هذا القطاع، قطاع تطوير الخدمات الحكومية، لعملية صراحة تحسينية وتطويرية مستمرة بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتأكيده الدائم على ضرورة إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتوفير الخدمات بجودة وكفاءة يعني تختصر الوقت وتقلل الجهد.